تشهد مملكة البحرين منذ ساعات الصباح الأولى حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث هطلت الأمطار على مناطق متفرقة من المملكة كانت متفاوتة الغزارة ومصحوبة بالرعد أحيانا. وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد أفادت بأن الطقس سيكون بمشيئة الله باردا نسبيا وغائما مع تساقط أمطار قد تكون رعدية أحيانا ثم يتحول إلى غائم جزئي خلال الليل، محذرة من رياح قوية السرعة وأمطار رعدية مع هبات شديدة السرعة، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.